أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ نيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الجديد. ليالي لغاية جميلة كانت يا سلام، أفراح سمر وأغاني، الدنيا منى وأحلام، الدنيا منى وأحلام، يا سلام الدنيا منى وأحلام، أحلام الدنيا منى وأحلام. هوب طب، واحد زميل فنان ما ادري اقول لكم اسمه، قلت له تتذكر قبل 50 سنة؟ قال لي مالك يا اخي، تعب ايه ده يا اخي، ما الناس اللي بتعب عارف ايه، مرغد البقري تتذكر قبل 50 سنة؟ طبعا انا دلوقتي متخيل انا ومرغد البقري قاعدين في قهوة جورج او عن يوسف الفكي، والله في البان جديد، والله عند احمد خير، تلك الايام الرائعه. ما تنسى الزيات. الزيات الزيات يعني قهوي وشديد. قهوي مدرمان كانت تجمع مجموعات اهل الفن، عازفين ومطربين وشعراء ونقاد. واستاذنا مرغني البكري صاحب اسهام كبير جدا في عالم الفن السوداني، يعني من النقاد اللي خدموا الفن وما زالوا النقاد الفنيين السودانيين يخدمون الفن، سواء كان زعلنا منهم احيانا او انبسطنا منهم، ولكنهم يقومون بدور عظيم في خدمه الفن الغنائي السوداني. ولذلك انا سعيد جدا بوجود عميد النقاد الفنيين السودانيين الاستاذ مرغني البكري، سعيد اكثر بان تكون هذه الحلقه عن الغناء اللي الفوه اساتذتنا وزملائنا الصحفيين السودانيين. انا يا استاذ مرغني عايز يعني نعمل اطلاله كده على ابداعات شعراء الصحافه او الصحفيين الشعراء. ايوه نعم. انا قبل ما اتحدث عن الشعراء في يعني حاجات معروفه، انه كانت في الرميه عند مطربي الحقيبة، نعم، وجات المقدمة الموسيقية لأهل الفن الحديث، نعم، ودي بيعملوها كمشوق وجاذب للاستماع، نعم، وأنا داير أجاري هذه النقطتين بقفشة بشأن أفتح شهية المستمعين، نعم، المشاهدين، نعم، فيشان يقضوا وقت جميل جدا في هذه الحلقة التي أنا يعني متوقع أنه تكون دسمة جدا نسبة لما تتخلل من أغنيات مختارة، نعم، بعناية وبتدقيق يعني، وفي نفس الوقت فيها توثيق لمرحلة من مراحل الغناء السوداني، وجايز يستفيدوا منا أبنائنا وبناتنا الحاضرين في هذه الحلقة. نعم. نعم. زمان كانت الحفلات بتبدأ من بعد صلاة العشاء وأحيانا حتى مطلع الفجر. نعم. عشان يملوا هذا الفراغ كانت الحفلة بتتكون من مطرب شعبي، نعم، وفرقة جاز، نعم، ومطرب حديث، نعم. ففي مرة من المرات كان المرحوم عوض جاك في واحدة من الحفلات دي، وكان سوغوه بتاعين الجاز، فلما قدموا عوض جاك قامت الميكروفونات صفرت. ايوه نعم. وبعد ما صفرت عشاق الجاز قاموا يضحكوا في عمك عوض الجاك، وعمك عوض الجاك رجل ساخر، نعم، واول ما الميكروفون
الصلاح قال لهم انتوا عارفين يا ولادي الميكروفون ده صفر ليه؟ قال له ايه؟ قال له لانه حديد لاقى حديد. ودلوقتي في التوثيق نعم حديد لاقى حديد. تصير احمد قدور ومرغن البكري. الله يخليك الله يخليك بارك الله فيك. نحن اولاد دفعه يعني وبعدين يعني يمكن في حاجات ما مرئيه. انا وسير احمد قدور كنا في مكتب الشفيع بنتجاذب اطراف الحديث وتمخضت عن ذكريات واحداث يعني حتى تسير احمد قدور قلت له يا سير يا اخي انت في اغنيه ليك تايهه ما شايفك هبشتها كله لا في حديثك ولا في الاغنيه. قال لي الاغنيه شنو؟ قلت له يا اخي الحير فكري غرامه والبفرح للعاقب نعم. محمد حسن نعم. فقلنا ده قلت له العاقب يا تسير عليك الله في الحلقه دي الدين النموذج منها وخاصه هو مؤدي جيد جدا وحافظ كثير جدا فلو تكرم ادي المشاهد نبذ جزء بسيط الأغنية دي ذاتها. يمكن أنا اقترحت حاجة. أنا قلت الفرقة الموسيقية أو أستاذ محمدية بس يدينا المقدمة لأنها كانت مقدمة بديعة جدا بتاعت العجل يعني المقدمة بتاعت الحير فكري غرام مذكرنا تررم تم 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 تر تررت تترم ترم تتا ترارارا تررت تترت ترت تتا يعني طيب خلينا يا استاذ مرغني نمشي ل يعني جيل الجديد من الصحفيين سعد الدين ابراهيم ونستمع الى اغنيه العزيزه من نادي الخضر. كلميها قولي ليها حرام تتوفي
الله عليك الله. التحيات لأخونا سعد الدين إبراهيم. طيب نمشي لنعمان على الله. نعم. عندنا طبعا هو راجل يعني ما وبعدنا والله قبلنا بشوية. لا هو دفعتنا. بعدنا طبعا بكثير. دفعتنا. لا لا ما دفعتنا ما تظلم يا أخي. شوية شوية ليه قدام. خليه شوية يعني. نعمان حيغني لي وين الشاب أيوة. أنت حتغني لي نعمان على الله. ها؟ أزول بعيون جميلة اللي هو أنا عظيم. زي المسافر فات تجالك السلامات، زي المسافر فات لجالك السلامات، النظرة بالنجات زادت قلوبنا عناس. وما تشوفوا يا أحباب الزول غرام وعذاب، ما تشوفوا يا أحباب الزول غرام وعذاب، اسمر جميل جذاب لا حن يوم لدنا. الزهر عيون جحيلة جفاي بهنا، الزهر عيون جحيلة جفاي بهنا، ولفتات نظرات لفتات نظرات تحكي لي أنا. أنا للزميل نعمان على الله. نمشي لأستاذنا حسين عثمان منصور. ده راجل له إبداعات كثيرة جدا في عالم الغناء وله إسهام كبير في عالم الصحافة. الصباح الجديد كانت منارة للحديث عن الفن والنقد الفني، وقدمت كثير للفن السوداني. الزميل الكبير مرغد البكري كان من أعمدة هذه الصحيفة ومن ركائزها. وممكن دارين نقدم محمد حسنين، نقدم حاجة لمحمد حسنين اللي هي منار. هتقول شنو انت؟ يا ناس انتو وين انتو؟ ما بنتو. نعم. والحبيت دي جاهل يا جاهل يا عندك اي حاجة خاطر على الأستاذ حسين عايز تقولها؟ تشاهر اول حاجة اضيف يعني معلومة انه الشاعر حسين عثمان منصور تتلمذ على يده النعمان على الله. نعم. وتتلمذ على يده المرحوم سليمان عبد الجليل. نعم. وتتلمذ على يده الشاعر ابراهيم الرشيد. نعم. وهذه الحلقه يعني انا بعتبرها بالنسبه لي وليك انت سر. نعم. هي حلقة ذكريات عن شخصيات صحفية عايشناها وعملنا معاملنا مع عمل ذكريات محمد حسن. الشاعر حسين عثمان منصور هو من أسرع الشعراء تأليفا للغناء. نعم. وكان لما يكون
في لحظة فراغ في المكتب أو في مطبعة مصر اللي عشت فيها أنت وعشت فيها أنا، كان بيكتب مقدمة بتاعت أغنيات وبيهملة المقدمات دي. أكتر إنسان استحوذ عليها كان المرحوم محمد حسنين، وما قدم له فشان يكملها عشان حسين عثمان منظور ما يديها لشاعر تاني لمطرب تاني. وهذه الأغنية أنا بعتبرها توأم لي في المرحلة الصحفية، لأنه ظهرت سنة 56 وأنا بديت الصحافة سنة 56 في الصباح الجديد، ولما تغنيها منار بتعيد لي ذكريات جميل. ومن ضمن المقدمات اللي كتبها حسين عثمان منصور وما وقعت في يد محمد حسنين ووقعت في يدي أنا، الأغنية بتاعت أيام زمان لأحمد المصطفى، والأغنية بتاعت بتروح ما بترجع أجمل أيامي. فكنت بحمل النظرة، ويوم بالصدفة في الليلتين مختلفات كنا بنتعشى في قهوة يوسف الفقيه، وأحمد المصطفى شال مني النظرة، وتاني يوم وجدنا أحمد المصطفى كان منتظر حسين عثمان منصور في شان يكمل له الأغنية. وأنا بعتبر الأغنية بتاعت يا نات انتو من اجمل المفردات للكلمات في الاغنية السودانية، وهي رغم بساطتها كانت معبرة. وانا بعتبر الموسيقار براي محمد دبع الله يعني توفق جدا، والدليل على كده انه اول اغنية قدمها محمد حسنين وثبتت اقدامه بين كبار الفنانين وعليهما الرحمة جميعا. تفضل يا منار. منار، نمشي لمسافه ابعد، نمشي للاستاذ تاج مصطفى والطيب يوسف هاشم
وواحدة من أجمل الأغنيات اللي عملوها أهل الصحافة، يا غايب عن العين أنت موجود في عيني الاثنين. ودي يا أستاذنا من أغنيات من ذلك العهد جمال فرفور حيقول لنا، وهي لا زالت حية وجديدة يعني، يموت. وأتمنى يعني من أخواننا أو بناتنا لما يقدموا أغنيات يقدموها بهذا المستوى لتعيش فيما بعدهم. ما أغنية تقدم الليلة عشان تنتهي بكرة؟ ويا منار انت بتأدي في هذه الأغنية ذكرتني موقف للراحل مبارك المغربي. مرة أنا سمعت تسجيل بالدورة المدرسية اللي كانت ظهرت فيها صديق متولي وسمية حسن وكده، فواحدة في مدرسة تريندي كانت بتغني الكروان. المبارك المغربي لما سمع البدي طوالي دموع جرت، وقلت ليه ما لك يا مبارك اتأثرت؟ قال لي انا ما كنت اصدق انه يجي صوت نسائي يؤدي هذه الاغنية. واستاذنا الراحل عثمان حسين عثمان منصور لو كان حي وقاعد في هذه الجلسة اظنه كان لحق مبارك المغربي في تأثره. أحسنت يا جمال مصطفى الشهير بجمال فرفور، أحسنت يا شباب جميعا. يا شباب نمشي للشباب بقى، نمشي لفضل الله محمد
زميلنا الكبير في حب يا اخواننا. ها؟ في حب يا اخواننا اكثر من كده؟ ها؟ يا رماز قولي علينا. يا اخوانا اكتر من كده في كلمة غير احبك رددة خلاص انا حبي فات اخر مدى خلاص انا ردي فات اخر مدى شكرين يا شباب. رماز ابدعتي. نرجع بقى لمحطة البداية، نحن بدينا من الختام خلي بالكم. نرجع لأستاذنا قرشي محمد حسن، وده رجل من أوائل الصحفيين اللي دخلوا تأليف الغناء السوداني. طبعا سمعناه مع عثمان حسين، عمل مدرسة مع حسين بازرعة وصلاح أحمد محمد صالح مع عثمان، هي نسميها الرومانسية، مدرسة الرومانسية. قرشي له أغنيات عديدة، ولكن من أجمل هذه الأغنيات طاف الفراش الحائر. إيه رأيك في هذه النقلة اللي عملها قرشي في الكلام وعمل عثمان في اللحن؟ أنا يعني قرشي محمد حسن قدم أغنية عتاب لحسن عطية، وهذه الأغنية لأول مرة يدخل فيها إيقاع الفالس اللي هو مبني عليه أغنية لا تسمعي قول العوادل إنني بك مستهام. فراش الحائر برضو ذات الإيقاع، وقدم أغنية نجوى للأمين علي سليمان، وعثمان حسين قدم له خمرة العشاق بعد الفراش الحائر. هي
اللقاء الأول. اللقاء الأول أول حاجة. نعم. وبعدين هذه الأغنية عملت نقطة تحول أو نقطة انطلاق للموسيقى السودانية، ومربوطة بحدث يمكن من الأحياء اللي يعرفوه عبد الفتاح الله جابوه وصلاح أحمد وحلمي إبراهيم، اللي هي أنه متولعيد كان مراقب عام الإذاعة وكان عنده رأي في عثمان حسين أنه ده ما حيبقى فنان في يوم من الأيام. اللي غير فكره واعتقاده في عثمان حسين وأصبح من أكثر المؤمنين في عثمان حسين هو كان ماري براغب في البروفة، والبروفة الموسيقية أخوانا الموسيقيين بيعرفوا أنه زمان ما ببروفة موسيقية، إنما هي ورشة أو سمكرة غناء، ويمكن أخوانا العازفين وهذه يعني محمدة وتوثيق تاريخي للعازفين، العازفين هم لعبوا دور كبير في سمكرة هذه الأغاني الخالدة. ومتولى عيد اشترك في هذه الورشة، ومن اليوم ذاك اعترف بعثمان حسين كفنان خالد. ورشي محمد حسن زي ما ذكرنا الأغنيات الخمسة اللي قدمهم ديل، برضو في شاعر إذاعي برضو يعني قدم أغنيات ناجحة لكن ما استمر في شارع في طريق الشعر الغنائي، وهو الراحل طه عمته. طه عمته يكفي وأنه قدم الوسيم وقدم أغنية الكاشف وحسن عطية الفؤاد المسلوب. الفؤاد المسلوب. حبيب حبيب عمري انت لي كل شيء، انت روحي انا، انت نور عيني عيني يا حبيب عمري. الله يا شباب دي يعني نبش لذكريات الله يخليك يا استاذ. جزء من مهمة هذا البرنامج التوثيق، ونحن بنوثق عن تاريخ عايشناه وشفناه وما سمعنا به ولا كلمونا به. الله يخليك. كنت جزء يا شباب. فراش الحائر عثمان حسين تلحينا، قرشي محمد حسن كلمات، عصام محمد نور غناء جميلا إن شاء الله.
سلام أبدعت يا عصام. شكرا للزميل الكبير مرغني البكري الذي شاركنا هذا اللقاء عن القليل من إبداعات الزملاء الصحفيين في مجال شعر الغناء السوداني، ولهم إسهامات كثيرة وتحتاج إلى لقاءات كثيرة أيضا. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.